برضو يعني بحكم ان حضرتك مدير إدارة المكتبات، انا عايز اطمن بقى على تفصيلها، لان للاسف الشديد من ضمن المظاهر المؤسفة اللي استجدت علينا في الزمن ده، مع ان المفروض ان في الزمن ده نسبة القراءة تزيد، لان بقى فيه سهولة ويسر ملحوظين في ان انت حتى اونلاين تقدري تقري اللي انت حباه، ولكن للاسف الشديد انا شخصيا ملاحظ ان في تراجع كبير جدا في مسألة الاقبال على القراءة، وكلام ده ليه انعكاسات كتير على فكرة يعني. فانت شايفه ايه بقى في الحتة؟ احنا لما لقينا اطفال النادي وشباب النادي والكبار اللي فيهم بيبعدوا عن المكتبات، بدانا نفعل كل انشطه وزاره الثقافه جوه الاداره، بمعنى انه نربط ابناء النادي كلهم بالنادي وباداره المكتبات بانشطه جديده زي الارت، الميوزك، البالي، الكورسات انجليش يجوا ياخدوها في المكتبه في اي فرع هم اقرب ليهم، كورسات اتيكيت، كورسات روبوتكس، يعني كل حاجه الاب والام بيدوروا عليها بره موجوده في مكتبات النادي الاهلي باسعار رمزيه، لان النادي قطاع خدمي، الحاجه لو بتتقدم بره بثلاث اضعاف النادي بيقدمها بكلام فاضي، حاجه لا تذكر يعني، لانه قطاع خدمي ودايما بيدور ان هو ما يثقلش على اعضائه، يعني دايما يديهم الخدمه بدون اي عبء مادي. فاحنا الحمد لله حاولنا نعوض التراجع ده بان احنا نربطهم بينا بحاجات تانية، يعني حفله البالي العدد ما شاء الله، احنا عندنا في اكاديميه البالي مثلا بدانا بتسع بنات، التسع بنات تطوروا لحد 500 يا من 9-500 حلو جدا، وعمار طبعا مختلفة، طبعا احنا شايفينه، ما هو احنا بنتكلم مع حضرتك يعني اشكالهم جميل صراحة. بنات النادي الاهلي، بنات النادي الاهلي، واخرج العرض الرائع ده اساتذة كانوا قائمين على العرض وقائمين على تأسيس الاكاديمية فنيا، استاذة سماح عباس، دكتورة سالي عباس، استاذة ساندي عباس، وبصراحة يعني خلونا استمتعنا من أول دقيقة لآخر دقيقة، ما كناش عايزين العرض يخلص. الحقيقة النادي الأهلي مش سايب حاجة، مش يعني غير لما بيدخل فيها وبيدخل باحترافية كبيرة جدا، وكلها أمور من شأنها تشكل يعني الشخصية بتاعت كل الأعضاء من على اختلاف أعمارهم، وبالذات الحاجات اللي هي ليها علاقة بالأطفال دي في منتهى الأهمية الحقيقة. أيوة دي حقيقة، إحنا عندنا أعمارنا في الباليه مثلا بتبدأ من 5 سنين ونص الى ما لا نهايه، يعني لو جالنا واحده عندها 40 سنه عايز تدخل الباليه بتدخل وبتبقى بروفيشنال زي اي حد بيتعلم من زمان. ليه؟ لانه بنشتغل عليهم طول الوقت باسم النادي الاهلي، والناس القائمين عليها فنيا برضو بيشتغلوا على اسمهم، فما بيطلعوش حاجه خالص. الحلو كمان في الموضوع استاذه ولاء ان يعني مجلس الاداره بيكون دايما حريص ان هو يدعم، وكمان في الاحتفاليه الاخيره زي ما احنا شايفين في الاوبرا كان في ناس كتير من مجلس الاداره، فده في حد ذاته برضو دعم معنوي محترم جدا وبيفرق اكيد. هم دايما داعمين لينا في كل الانشطه، يعني في كل المجالات وعلى كل الاصعده هم دايما داعمين لينا وبيذللوا لنا كل العقبات المجلس والاداره التنفيذيه، فحقيقي يعني انا بقدم لهم الشكر من خلالكم يعني.